مشدود على مسكتو. على سمسو درت 74 مليون، قلت وليدي ما عنديش باش هات ولادي وجيراني، كلهم كيعرفوني ما عنديش. بقيت ندور نتسلف وطلبت لي وجمعت لي مليون عطيت وليدي. وانت كانت معايا بنتي اللي شافت انت مشددتو وحنضرتو بحركو وضربها النار في قدرها نسل السنر حرام ضربها حتى هي؟ ضربتها محيطة السنر حرام. اول ما شفت الفيديو ديالها شفتها تقريبا شفتها شي 10 نوبات، وخديت صور وكبرتهم وشفت، لقيت ان الجانب العاطفي كان فوق الجانب الطبي، الجانب الاجتماعي كان فوق الجانب الطبي، والجانب العائلي كان فوق الجانب الطبي. هادو بثلاثه تجمعوا لما تدخلوا الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي كيحاربوا هاد الشيء هذا، قلت يمكن تكون واحد المساهمه باش هاد الجمعيات تزيد تحمس في المهام ديالها في الموقف ديالها ضد هاد الظاهره. وهاد الشيء اللي شفته هو اللي زاد زعمني، مع العلم اننا ماشي هذه الحاله ديال اللي واحد يخصو واحد الجانب استعجالي خصو يدخل ولا نو. وكانت استعجالي كنت جاوبت مباشرة لما المهام تقضات، وزيادة أنا تشد المهمة ديالي أنا غير تطفولية في هذا النطاق أكثر ما هي اجتماعية، ولهذا تكلفنا بها باش نبرد ذاك الغضب وذاك الرجاء ديال الأم في هذا السن. جات عندي صعيب، كانت كتهضري على ولدها يمكن ما نجاوبش، كتهضر على نفسها كأم، كان واحد الحنان كأم كمسؤولة لا على ولدها ولا على ولد الآخرين. وهذه كانت رسالة قوية اللي كنا كنبدأ نوصلها للمجتمع المدني بصراحة، اش قدر الأمن ما يدخل قبل ما توقع هذه؟ ما يمكنش الأمن ما غادي يدخل باش غادي يلقي القبض على مرتكب الجريمة. الحمد لله احنا راه كاين الأمور غادية في التحسن، أن حتى اللي نيتهم في هذه الجريمة راه نقص بواحد الكيفية كبيرة جدا، وكنظن بلي راحنا في واحد الاتجاه إيجابي كبير جدا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.